مريم سعادي من ام ار ايفنت تقدمنا في هذه المعارض في هذه البطولة. حاولنا اننا نوفر المقبلين على الزواج كل ما غاديين يحتاجوا منها والاخير فيه تنوع كبير في الاربع تفاصيل ظاهر لكم. ايضا عندنا واحد الانيماسيون اللي غتكون يوميه، واحد الشو ديال العرس المغربي كل نهار شفتينا بحال كان حمام العروس، شفت التقاليد كيفاش كدوز الشيء ديالنا القديم ديال زمان. غدا كاين لوك الحنا، الفال ديال الحنا بالميضة، داكشي في الخضار. النهار الثالث عندنا الدفوع المغربي بوقا وهذا، والنهار اليوم الاخير عملناه على شكل سواغي قالا، غيكون واحد العرس كبير اللي يقدر كل شيء يجي يحضر له، غيكون فيه عشاء، غيكون فيه ديفيل العرس المغربي، غيكون ايضا مجموعه من الفنانين من مختلف ربوع المملكه. Salam alaikum, معكم بيتي اورغانيك، صاحبة ماركة بيتي اورغانيك. كنبيع دي برودوي كوزميتيك 100% ناتوريل، كنخدمو في لابوغاتوار. لقيتنا اليوم كنتواجدو في اكبر معرض للعروس اللي متواجد في طنجة في قصر الضيافة. مرحبا بكم، اجيو تزورو المعرض، دير لكم دي بروموسيون لي فريمون زوينين، اجيو تشوفو المنتوجات ديالنا. مرحبا بكم والف مرحبا. السلام عليكم، حنا ممثلين ديال الشركة ديال كندولي، جينا هاد المعرض هذا. كما كتشوفوا ان اندومي هي شركه مغربيه، يعني منتوج مغربي في 100%. الشركه حاصله على لوتوريزاسيون ديال لونسا اللي هو المكتب الصحي للسلامه الغذائيه، عندنا شهاده ديال الحلال. المنتوج ديالنا اللي كياخذ واحد الجوده اللي هي عالميه من الناحيه ديال الاستهلاك. اندومي فيها 6 ديال النكهات، يعني موجودين في الاسواق، اللي الثمن ديالهم هو 2 درهم ونص، يعني في متناول ديال الجميع. Allah'a emanet olun.